سر رفض الأمير هاشم بن الحسين السير على البساط الملوك الأحمر في ظاهرة غريبة لفت انتباه الأردنيين وتكررت في موقفين مختلفين عن الأمير هاشم بن الحسين. الأخ الأصغر غير الشقيق لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وهي ابتعاد الأمير هاشم عن البساط الأحمر المخصص لسير الملوك والأمراء وكبار الدولة في أكثر من مناسبة، اختياره السير جنب السجادة الحمراء بدل من السير من فوقها. تعالوا نعرف السر وراء التصرف الغريب للأمير هاشم الملقب بالأمير المتواضع صاحب السمو الملكي. الأمير هاشم بن الحسين ابن طلال أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين طيب الله ثراه من زوجته الملكة نور الحسين مواليد 10 يونيو 1980، والأخ الأصغر الغير شقيق لجلالة الملك عبد الله الثاني. اتدرج الأمير هاشم في الرتب العسكرية في العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأردنية، وفي يناير سنة 2017 اتولى منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي، كمان اتولى في أكتر من مهام نائب الملك ورافق ملك الأردن في مناسبات رسمية كتيرة، ده غير حصوله في سنة 2007 على جائزة أفضل تحصيل في دورة من بين الضباط الدوليين خلال خدمته العسكرية في دورة قادة الفصائل التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان شارك سنة 2009 في دورة قادة سرايا المشاة في دورة الإمارات العربية المتحدة، وحقق أعلى درجة من التميز الأكاديمي. وفي سنة 2014 أنهى سمو الأمير هاشم دورة ضباط متقدمة في كلية القيادة والأركان المتقدمة في المملكة المتحدة، ده غير ان الامير هاشم بن الحسين بيتمتع بدماسة الخلق وتدين وتواضع، وده مش حاجة غريبة على افراد العيلة الهاشمية اللي بيمتد نسلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصفات دي خلته قريب جدا من الشعب الاردني، خصوصا ان في الفترة الاخيرة دايما كان بيظهر بمظهر متواضع عن باقي افراد العيلة المالكة، فبيلبس دايما الدشداش مع غترة بيضاء وعقال اسود والمذبحة ما تفرقش ايده، وبيتقال انه بقى اقرب للتصوف في الفترة الاخيرة. اما السر في تجنبه السير على السجادة الحمراء فهو نوع من انواع التواضع اللي بقوا جزء من شخصية سمو الامير هاشم بن الحسين، واللي بعد عن مظاهر التفخيم والتعظيم، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات منقولة عن مواقع اخبارية متخصصة بنشر اخبار العائلة الهاشمية الحاكمة على تطبيق انستجرام، بيظهر فيها الامير المتواضع وهو بيبعد عن السجادة الحمراء. مرة منهم كان برفقة جلالة الملك على سلم مجلس الأعيان الأردني أثناء توجه الملك للمجلس، فرفض المشي على السجادة الحمراء ومناسبة رسمية تانية، وكان معاه وفد لاستقبال ضيوف بالمملكة برضو اتحاشى انه يمشي على السجادة الحمراء. حتى حفل استفاف الأمير هاشم بن الحسين على الأميرة فهد محمد إبراهيم أبو نيان اللي احتفل به الشعب الأردني في 6 يناير 2006 كان أقرب لمأدبة غزاء في الديوان الملكي، ضمنت أكتر من 3000 مدعو، فكان حفل الزفاف متواضع. الأمير هاشم بن الحسين الملقب بالأمير المتواضع هدوءه ودماسة خلقه هم السر في رفضه السير على السجادة الحمراء. وعشان تعرفوا أجدد الأخبار تابعونا على عين مصر.